تنمر وتعليقات عنصرية. نالت من الفائزة بلقب ملكة جمال الجزائر للعام الجديد فور تتويجها، وانتشرت صورها على مواقع التواصل محملة بالتغريدات الساخرة. حفل ملكة جمال الجزائر أقيم يوم الجمعة الماضي، وهو ليس حفلا رسميا بل ينظم من قبل منظمات خاصة. يتم من خلاله اختيار المتقدمات للمسابقة في تصفيات تتم خلال 6 أشهر، حتى وقع الاختيار على 16 متسابقة من الجميلات من جميع أنحاء الجزائر لخوض التصفيات النهائية. وقد توجت لجنة التحكيم المتسابقة خديجة بن حمو باللقب لعام 2019. الاختيار هذا أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي. كتب عبد القادر منصوري عبر فيسبوك: الغش في الطريق السيار شرق غرب وقلنا معلش، الغش في مصنع نفخ العجلات وقلنا معلش، الغش في الانتخابات وقلنا معلش، الغش في المواد الغذائية وقلنا معلش، لكن الغش في ملكة جمال الجزائر؟ يتساءل عبد القادر ومنتقدا طبعا. سارة عادل تقول: المشكلة طبعا مش في كونها سمراء أبدا، بس حقيقة ملامحها مش حلوة وما تنفعش ملكة جمال. مش معقول مثلا دي أجمل ست في الجزائر، ده أنا حتى أسمع أن ستات شمال أفريقيا قمر. نسرين تقول: ليست عنصرية، فقط أريد أن أعبر عن رأيي، أن رأيي يمثلني سواء اتفقت معه أو لا. أنا أحترم الجميع ولم أحكم على شخص من خلال مظهره طوال حياتي، لكن أخواتي من لا تملك مؤهلات لا تشارك وتجعل من نفسها سخرية. لكن في مقابلة عقب الحفل عبرت خديجة عن فرحتها باللقب، شكرت من سندوها وردت أيضا على سؤال وجه لها عن المعايير التي يتم على أساسها اختيار ملكة الجمال. على أساس ثقافتها، في تقاليدها، في عاداتها، في طيبة قلبها، في الابتسامة تاعها، في الأعمال الخيرية. الهدف ديالي هو أن نقوم بأعمال خيرية إن شاء الله، وإلى قدرني ربي إن شاء الله يا ربي نكون قد المسؤولية. خديجة الفتاة السمراء ذات 27 عاما من إقليم أدرار بجنوب غربي الجزائر كانت تحلم بأن تصبح ملكة جمال الجزائر وبالقيام بالمزيد من الأعمال الخيرية. الهجوم أثار حفيظة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بتدشين والدفاع عنها طبعا أو عن ملامحها الجزائرية الأصيلة. فرسم ديالو رسام الكاريكاتير هذه الصورة وكتب عليها: ملكة جمال الجزائر 2019 خديجة بن حمو من أدرار رائعة وفخورة بنفسها وتحمل إهاناتكم تاجا على رأسها. من ضمن التعليقات التي نددت بالانتقادات التي وجهت لخديجة نقرأ هنا كتبت المطربة آمال زان تقول: آمال خديجة أنت جميلة، لا تبالي لما يقولون، قد يكون الجمال نسبيا، أما الحقد، الكراهية، العنصرية والشتم فهم حقيقيين. لا للعنف خديجة، الابتسامة المشمسة من صحراء جزائرنا، جمال جزائري، أدرار الصحراء الجزائر. وسارة أيضا تكتب في نفس السياق: عالم ثالث، منافقون عنصريون، ومن بعد ما يقول لك من بعد يقول لك أن الغرب عنصريين. أنا أرى روحها جميلة وملكة جمال لا تقاس بلون البشرة، هناك مقومات أخرى. ألف مبروك لبنت الصحراء، بنت أدرار، وتستاهل تكون ملكة جمال الجزائر.